بعد أن أغلقت الحدود أمامهم وتبخرت أحلامهم وطموحاتهم بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليهم، لم يجد الشباب الفلسطيني سوى البحر لإيصال رسائلهم ومعاناتهم عبر أمواجه، فتظاهر المئات منهم على شاطئ البحر فكتبوا بأقلامهم معاناتهم وألقوا بها بمياه البحر لتبحر إلى العالم لعلها تجد آذانا صاغية لهم وتحقق مطالبهم. أول شغلة بدي أوجه رسالة للعالم إنه إحنا حاولنا مع الجهود الدولية وحاولنا مع البلدان العربية وحاولنا بشكل كامل مع العالم بالأحرى إنه يفك الحصار عن قطاع غزة، فإحنا ما لقيناش ولا أي فرصة إلا إنه نكتب رسائل للعالم ونرميها في البحر على أساس إنه رسالتنا توصل. رسالتي للعالم إنه إحنا محتاجين استقرار، محتاجين حياة، محتاجين حياة يا عالم. رسائل عدة أطلقها الشباب الغزي من خلال هذه الحملة والتي حملت عنوان رسائل الحرية لتعبر عن طموحهم وأمالهم، طالبوا من خلالها المجتمع الدولي للالتفات لقضاياهم بعد أن فقدوا أبسط حقوقهم ومقومات صمودهم التي خلفها الحصار وأنهك حياتهم. أسسنا هذه الفعالية ونريد تنفيذها اليوم من خلال إيصال كافة الرسائل لدول العالم الحر، وأيضا إيصال كافة رسائل ومعاناة الشعب الفلسطيني من مشكلات ومن الحصار المفروض علينا من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولحل كافة المشكلات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني من انقسام الفصائل المفروض علينا أيضا. الواقع المعيشي الصعب لفئة الشباب وخاصة طلبة الجامعات والخريجين وعدم توفر فرص عمل لهم زاد من ارتفاع نسبة البطالة بينهم والتي وصلت إلى 68%، وتعتبر الأعلى بالعالم حسب تقارير دولية، جعل خيار الهجرة أمامهم بحثا عن مستقبل مشرق لهم. أنا كطالب هالحين، أنا خريج الفصل هذا إن شاء الله، يعني إلي 12 سنة تعليمية في المدرسة وبعدين 4 يعني 16 سنة في خلال الدراسة، وفي الآخر ما ألاقي فرصة عمل. هذا إشي صعب بالنسبة للنفسية، ويعني كتير هذا اللي دفع الشباب كلها نتهاجر برا. إحنا يعني حتى كمان لو يعني في ظل الوضع اللي إحنا عايشينه هذا، لو صارت مسموح إن كان كل الشباب سافرت. وفي ظل تعنت إسرائيل وإصرارها على معاقبة 2 مليون غزي، تبقى الوحدة الوطنية هي الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين لحل كافة مشاكلهم. إذن هي رسائل سلام وحرية يرسلها الشباب الفلسطيني إلى العالم عبر البحر، علها تخترق جدار الحصار المفروض عليهم وتنقذهم من معاناة ومأساة أنهكت شبابهم. عامر الفرة، قناة اليوم، قطاع غزة.